وأنا هنا أريد أن أقول لحكومة العدو ولمن يمون على حكومة العدو ولمن يعنيه الوضع بالمنطقة، أنه أي مس بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة سيفجر المنطقة. هذا الأمر سوف يستفز كل الشعوب العربية والإسلامية وكل إنسان حر وكل إنسان شريف وكل إنسان مقاوم وكل إنسان مجاهد. وبالتالي عليهم أن يعرفوا أن التمادي في العدوان على المسجد الأقصى وعلى المقدسات في مدينة القدس الإسلامية والمسيحية قد سيؤدي، مش قد يؤدي، سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة.